واحد بيقول لي لا كله الا ريتشارد دوكنز. اح بقى ماذا علمتم من ريتشارد دوكنز حتى تكرهوا كتيباته؟ يا عم قصوا من ريتشارد دوكنز الف مره، ده راجل عرس. بس كتاب ده سيلف جين بتاعه فشيخ، الحق يقال. وكريستوفر هيتشنز راجل عرس، بس كتاب جاد از نوت جريت كتاب فشيخ. ناس بتتكلم هي وسعت لي مدارك مخي، جابتني هنا، خرجت بعيد بس قلت اه يا اولاد الوسخه، لا ده انا راجع تاني، انا عايز ارجع عند الاسلام يا عم. دي ناس دي ناس بتقول لي مفيش ديزاينر. اها هو انا بقى قاعد كل ده وبتفرج على الابداع الفشيخ ده والاقي الراجل بتاع الكمبيوتر قابل بيقول لي مفيش ديزاينر، مفيش ديزاينر ايه يا كسامك؟ امال الشجره دي شغاله ازاي يا ابن الاحمى؟ يقول لك دي الايه العشوائيه الملوخيه. لا دي العشوائيه دي عند ستك يلا. لان هي لما ستك اتناجت وطلعت ابن متناجه طلع ابوك، اختار امك بنت المتناجه طلعتك، وانتوا الثلاثه كلكم عيله متعقده بنت احبه. مش هتلاقي ريتشارد دوكنز ده في طفولته حاجه سليمه، يعني هو هتلاقيه كان ريتشارد دوكنز في نفسه ومتناج فلازم ما هو ما. وخلاص على فكره، وربنا بيحبه على فكره،